أهلا بكم مرة أخرى وشكرا لمتابعتكم إيانا على موقع ديلي فوركس، وإليكم تقرير حركة الأسواق لهذا اليوم. تقدمت الأسهم بشكل قوي في حين أن اليورو الآن صامدا مقابل عودة الدولار الأمريكي الذي بدأت الأمس. قام زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي بالاختراق فوق خط النمط التنازلي طويل الأجل في إشارة إلى أنه قد يكون مهيئا للارتفاع اليوم. يبدو زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني مترددا في اختراق الانخفاضات الأخيرة، ولكنه لا يريد الارتفاع كذلك فوق 107.19 نقاط. ارتفع زوج الجنيه البريطاني ثم انخفض مرة أخرى بشكل قوي يوم الأمس، ويبدو الآن بأنه عاد ضمن قاعدته فوق الرقم الكامل 1.3900 بقليل. شكرا لكم، سوف نعود يوم غد مع آخر تحديثات الأسواق.